أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي الفضلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله رب العالمين. حي الله قطر أميرا وشعبا، وحي الله وزارة الأوقاف في قطر على هذا الجهد الطيب. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن نجد من يشيد لنا مثل هذه المساجد التي يستشعر الإنسان فيها عظمة الإسلام وروعة الإسلام وجمال الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يزخرف قلوبنا بالإسلام، وأن يزينها بالإيمان، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم رب العباد عز وجل لما يحب ويرضى، وأن يجعل قطر والقائمين فيها مفاتيح خير مغاليق شهر. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إيه هوية؟ هوية الإنسان، إذا تصورت أنت هرما كبيرا له، يعني أعلى قمة الهرم أو جبلا شامخا له في مرتفعاته قمة سامقة، ثم بعد ذلك ينزل إلى أن يصير له قاعدة ثابتة في الأرض. الإنسان ينزل إلى هذه الدنيا قابضا كفيه صارخا باكيا، دي البداية، نازل من إلى الدنيا عامل حركتين عجيبتين صوتا وصورة، صارخ كأنما يعلن تمرده على هذه الدنيا. وإذا سمعنا صوت الوليد أو المولودة ضحك الجميع، وأنه أن الذي نزل من بطن أمه يعني سليم معاف، طالما سمعنا صوته الحمد لله رب العالمين. بس العجيب، ينزل قابضا كفيه كأنه ممسك على الدنيا، مش هيسيبها بسهولة، أنا ماسك الدنيا ولن أتركها كما تتخيلون. سبحان الله، يظل في هذه الحياة مدة إلى أن يأتيه ملك الموت. خلي بالك من المنظرين، هو نزل من بطن أمه باقيا قابضا كفيه، لما نيجي نغسله لما يقبض روحه ملك الموت، أهله والمغسل يفتحون كفيه، سلم اللي عندك، لا ينفع أن تخرج منها قابضا كفيه، ما ينفع، لا تخرج منها إلا بهذا الكفن، لا جيب ولا خيط ولا، هو عبارة عن إيه، نستر عورتك حتى نواريك أول منازل الآخرة. الإعلاميين ربنا يسامحهم بعضهم يقول إيه، وواروه مثواه الأخير، أو أوصلوه إلى مين قال لك أن مثواه الأخير؟ من قال لك هذا؟ من علمك خطأ؟ هذه مرحلة الرابعة من مراحل الإنسان، عالم الذر، عالم الأرحام، عالم الشهادة، عالم البرزخ، ثم عالم الآخرة. فنحن نوصل للمرحلة الرابعة، نفتح كفيه وأهله يبكون. فقال العلماء: يا ابن آدم، ولدتك أمك باكيا والذين من حولك يضحكون، فاعمل ليوم أن تخرج منها ضاحكا ومن حولك يبكون. استبشر بإيه؟ بما تنتظره عند الله عز وجل. أول بند من بنود الهوية
أنك عبد لله، هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك. ومن كرم الله عز وجل أنه ما جعل رزقك عند أحد، وما جعل أرزاق العباد في أيدي العباد، وإنما قال ربنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فلا تفكر في الغد، لأن الغد إذا كان من عمرك فسوف يأتيك رزقك، وإن لم يكن من عمرك فمن رزقك سوف يرزق غيرك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ماذا قال ربنا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتق الله، ودي هوية المؤمن. الهوية بتاعتك فيها سبع نقاط. اول شيء عبوديتك لله الوحدانية، انك عبد لله. كفاني عزا ان اكون انا عبدك، وكفاني فخرا ان تكون انت ربي. قال الرجل للحجاج لما قال تعالى لتأكل معي، قال دعاني من هو خير منك، ويعلم ان هذا الحجاج. قال كيف؟ قال انا دعاني ربي للصيام فانا صائم اليوم. قال كل اليوم وصوم غدا. قال الرجل وهل يضمن الامير ان اعيش الى الغد؟ قال له انه طعام طيب. قال والله ايها الامير ما طيبه طباخك ولا عجانك ولا خبازك، ولكن طيبته العافية، الصحة خلت الاكل له طعم. قال له بعد ان جادله كثيرا ان بيثبت هذا الاعرابي قضية ان العافية وان الصوم خير من الطعام، وان الذي سبحان الله الذي دعاه الى الصيام انما هو رب العباد، فيحقق هذا الانسان البسيط عبوديته لله رب العالمين. وقال سعيد بن جبير للحجاج لما قال له الحجاج وهو يريد قبل اعدامه، يقول له لأبدلنك من دنياك نارا تلظى، قال سعيد لو اعلم ان هذا اليك ما عبدت سواك، لو كانت الجنة والنار بيدك انت كنت عبدتك من دون الله. لكن سعيدا يضع لنا حقيقة اول بند من بنود الهوية، انك لست عبدا الا لربك، انت عبد لله. ولذلك تقول في كل صلاة الله اكبر. هوية المؤمن مع التوحيد هي الله اكبر، اكبر من كل شيء. حتى قال علماؤنا ان رأيت حريقا اشتعل في مبنى، ربنا يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب، عليك ان تكبر. شعرت بزلزال، عليك ان تكبر. سيول الماء، عليك ان تكبر، لان التكبير لا يتساوى معه شيء. الله اكبر، الله اكبر، سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح الدجال قالوا من اين ناكل يا رسول الله؟ طب ناكل من ايه؟ تقول ان السماء لا تمطر والارض لا تنبت والمسيح معه المفاتيح، انبتي يا ارض تنبت، امطري يا سماء، فتنة. قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يلهمون به كما يلهمون النفس، شهيق وزفير، سبح تشبع، تكبر ترتوي، سبحان الله، تحمد تطمئن. هكذا المؤمن مع الله عز وجل. ولذلك كلمة الله أكبر هي البند الثاني بعد التوحيد في هوية المؤمن. فأول شيء أن تستشعر أن هويتك لله. طب ما دام أنا عبد لله، ماذا يصنع العبد؟ هل يصنع من عنده قوانين يسير بها، أم أنه يسير وفق مالكه وخالقه ورازقه؟
لأن رب العباد يقول في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. تدعو يا رب أعطيني ولد أعطيني ولد. رب العباد وضع لك قناعة إيمانية: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عطف العقيم مع الهبة، كأن منع فلان من الخلفة ومن أن يكون له ولد أو بنت هذه الصورة من صور الهبات الإلهية. فإذا دعوت رب العباد في أمر ولم يستجب لك فاعلم أن هذه هي الإجابة، لأنها خير. الناس الآن يسألون العلماء، يتحكموا الآن في نوع الجنين، ويزيدنا الشيخ الأطباء قالوا لي ممكن تتحكم في نوع الجنين، وأنا عندي 5 بنات وأنا عايز ولد. نقول يا ولدي طالما تطمئن للمعمل وللطبيب هو حلال، ولكن تحمل نتيجة اختيارك. اختار ولد، ربما يطلع اللي قتلوا الخضر، ربما يطلع ابن نوح، يأتي ناقصا عينا او اذنا او حاسة من الحواس. لماذا لا تدع رب العباد يختار لك؟ ما كان لهم الخيرة، اتختار مع اختيار الله؟ الله عز وجل يعلم ان من عباده غني لا يصلح الا الغنى، لو افقره لفسد حاله، ومن عباده فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغناه لفسد حاله، ومن عباده صحيح لا تصلح الا الصحة، لو اسقمه لفسد حاله، ومن عباده سقيم لا يصلح الا السقم، لو اصحه لفسد حاله، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الذي يعلم، مش انت. نحن قاصري النظر، قصيري النظر، لا نرى خلف جدار هذا المسجد ما الذي وراءه، ما الذي امامه. عقولنا محدودة، ورب العباد سبحانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك. واذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لما تفهم ليه منعك، المنع ده في ذاته يصير عطاء. لما فهمت ام الكريم ان القائها لولدها في الصندوق في التابوت ثم في اليم رحمة به، ظاهر الامر شر الام موسى، لكن الله لما امرها قدمت كما نقول الشرع الرباني على الطبع الانساني، فنجى موسى: انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. لو ان يعقوب يختار بنفسه، هل يترك يوسف لاخوانه واخوته يلقونه في الجب ويباع بثمن بخس، وهناك يؤذى في مصر وتلفق له تهمة ويدخل السجن ويغيب عن ابيه، كل هذا مع هوى الاب او ضد هواه؟ ضد هواه. طيب، لكن هذا الامر الذي اصبح او كان ضد الهوى، لما قدم يعقوب عليه السلام شرع ربنا على طبعنا الانساني بان يحتضن ولده الذي قال: اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ولكن رب العباد كانت المنح بعد المحن واضحة في قصة يوسف، لان في اسر معينة تضرب عليها الامثلة لتظل بصمة في التاريخ عن هوية عبد الله في ارض الله. كل انسان منا عبد لله، هويته هو طاعته لمولاه عز وجل. فلو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. ليه؟ لان انت تفهم عن الله، ومدام فهمت مراد الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك يقينا وثقة وبردا وسلاما، ولذلك ذاق طعم الايمان. يبقى الايمان له ايه؟ له ذوق، له طعم.
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يعني أول بند من بنود الهوية أنك عبد لمولاك الذي خلقك. أنت تنتظر مبلغا ما من المصلحة، من المؤسسة، من قريب من غريب، ولكن المال لم يأتي. لا تحزن. لماذا؟ لأن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. حرص الحريص لا يسوق إليك. حب يعقوب هل منع يوسف من أن يلقى في الجب ويباع في مصر بثمن بخس ويدخل السجن؟ هل حبه منع يعني حرص يعقوب على ولده هل منعه من هذا؟ هل حدب أم موسى على ولدها لما بلغ 30 عاما ونزل المدينة على حين غفلة من أهلها وقام بقتل الرجل القبطي، وجاءه رجل من أقصى المدينة: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب ودعا رب العباد: رب نجيني من القوم المجرمين. سبحان الله. فلما الظالمين، فلما وصل إلى مدين وجاءت البنت: إن أبي يدعوك، وذهب إليه وقص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الإيه الظالم. سبحان الله، إجابة الدعاء. لكن حب أم موسى لموسى هل منعه من أن يدخل في هذه الورطة، أو أن يهجر من مصر 10 سنوات يعيش غريبا هناك يرعى الغنم في مهر عجيب في التاريخ؟ لو أن هذا المهر أصبح اليوم لما تزوج أولادنا. فأنت تروح لأبو فلان: يا أبو فلان عايز أتزوج بنت، تعال اشتغل عندي 10 سنوات، أنا أرضى اشتغل عندك ساعة واحدة، ده أنا أخذ البنت وامشي كده ولا إيه؟ لكن من رحمة الله أن هذا المهر كان مهر تاريخي وخلص من كرم الله سبحانه. ولذلك في اللغة العربية، ودي هويتنا الثانية، لغتنا كلمة خطبة وكلمة خطبة نفس الحروف. خطبة يعني ايه؟ يعني ان شاء الله بكرة كنا من اهل الدنيا هتلاقوا الشيخ راح طالع على المنبر والقى فينا ايه؟ خطبة بالضم بالرفع. ليه؟ لان الخطيب لازم ايه؟ يرتفع. طب خطبة بالكسر ليه؟ قال لان الخاطب يتذلل لوالد خطيبته. يا عمي ممكن توافق؟ سبحان الله، الذلة الوحيدة. ها؟ بعد كده قال اسأل فيه، صح ولا لا؟ قل يا عمي ممكن بعد اذنك بس. خطبة، شو اللغة العربية كيف هي؟ خطبة مكسورة. ليه رايح دليل وقاعد مؤدب؟ قيل ولد ادب ابوه نفسه. المعقول الولد ده اللي عندنا المتمرد ده، ايه الادب اللي نزل على الولد ده؟ الولد بيبتسم، ده عمره ما يبتسم في وشه ولا وش امه. الله، لا اله الا انت يا اخي. يمكن طلع له اسنان جديدة واقتنع ان الاسنان ليست عورة وبدأ يبتسم. سبحان الله. اذا انظر الى دقة لغتنا العربية العجيبة في انها هويتنا التي يجب ان تكون. ولذلك لا اقول اثما، ولكن اقول مقصر ومضيع لهويته من يتكلم بلغات غير العربية في غير ضرورة. طب انت في البيت زوجتك عربية وانت عربي، وسبحان الله، فيعني واولادك، لماذا لا تتمسك بهذه الهوية؟ واذا ضيع قوم لغتهم ضاعت هويتهم، مسخت. وذهب رجل يسأل عن سيبويه ابو النحو، رجل اعرابي بسيط. خرج ابن سيبويه للرجل عنده 10 سنوات. الرجل عين مسكين، قال انا لو قلت له ابوك هنا يمكن الرفع ما ينفع، لو قلت له ابيك هنا ما مش عارف، يا ترى اقول له، طب اقول له اباك هنا، طب يا ترى هيروح يقول له سيبويه مسكني؟ قال يا ولدي نعم، اباك ابيك ابوك هنا. الولد رد عليه قال له: لا لي لو. سبحان الله، لازم استريح. سبحان الله. فالرجل بيبحث عن هوية ويبحث عن لغة، واللغة صعبة يعني، لكن ميسورة على من يسرها له رب العباد عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن عشان يعني قد تمر بنا المحاضرة سريعا،
الهوية بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تعبده الصادق لله، وأنه الوحيد في القرآن الذي ذكر بلفظ عبده، عبده سبحان الله دون ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الله بهذا المنطق. طيب إذا من الذي أسرى به الله عز وجل؟ لم يذكر الاسم لكن نعرف لأنه تحققت فيه كل صفات العبودية، فتحققت فيه صفتان كبيرتان بعبوديته لله، التواضع والتبسم. ما رؤي بين أصحابه إلا متبسما. الله يرضى عنك إلا أقنعك أن أسنانك عورة ضحك عليك، نريد أن نرى أسنانك. جلس علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وبيد النبي رطب في طبق، فسيدنا علي يأكل والرسول يتكلم، وسيدنا علي يضع النواه أمام الرسول، خلصت الرطبة اللي بعدها ويضع عندها، سبحان الله. أنهى علي الرطبة التي في الطبق فيمازح حماه، حماه الله رسول الله سبحانه. قل أكل هذا التمر أكلت يا رسول الله؟ أقول كل ده أكلته، هذا عجيب. قال يا علي وأعجب منه من يأكل التمر بنواه، وانت النوى بتاعك وديته فين؟ سبحان الله. كان يضحكه الناس تظن ان الضحك في المساء. يا اخي والله ان تقطيب الجبين يخلي الناس حزانة. الله يرضى عنك، ادخل بيتك مبتسم. صحيح الاول هتذعر زوجتك او الاول وهلة وخير ان شاء الله. قال شاعرنا الغير متفائل ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة. قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التبارين لفمي ربما افرح يوما ربما. يا ستار يا رب والطف يا لطيف، بيعمل تمارين لفمه احسن الابتسامة ايه؟ يحصل لها زهايمر، يحصل لها فقد ذاكرة، يعمل تمارين، افتح يا ولد فتح ضم كده يعني سبحان الله. فهوية المسلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم تواضعه، ومن تواضع لله رفعه. قال علماؤنا الخلق الحميد والنعمة الوحيدة التي لا تحسد هي التواضع. كل النعم تحسد، المال يحسد والعلم يحسد وعبادتك تحسد. لو جيت في المكتب الصبح تقول يا اخي الساعة 3 الا ربع ما ادري ايه صوت الكلاب اللي في الشارع ده، ولك انت كنت فين 3 الا ربع؟ يعني استغفر الله، يعني ايام ساعة الورد الليل ركعتين اياهم، يعني لا اله الا انت. يا راجل ان الصحابية كان يخادع زوجته ليلا، يخادعها ايه؟ كما تصنع الام برضيعها، يعني ينسل من جوارها بايه؟ بهدوء، كي يصلي لا يعلم صلاته الا الله. بس مش عايز حتى زوجته ايه؟ لو تعلم، عايز بينه وبين بينه وبين الله، في الصدقة في الخير في سبحان الله. ولذلك التواضع يقودك الى الهوية التي بعدها وهي الاخلاص. يعني ايه اخلاص؟ العلماء قالوا ان في الاخلاص امورا ثلاثة ليست في غيره. اخلاص في ثلاث امور ليست موجودة في اي مقام قلبي. اول شيء الملك لا يكتبه، الملك خارج حدود مهمة الملائكة. تخيل، يعني من ضمن ما تكتبه الملائكة خارج حدود مهمتها الا تكتب اخلاصك، لان بينك وبين من؟ بين خالقك. ثم الشيطان لا يستطيع ان يطلع على اخلاصك فيفسده. الشيطان لا يستطيع ان يطلع على اخلاصك في قلبك فيفسد عليك الاخلاص.
والامر الثالث ان الشخص نفسه لا يستطيع او رب العباد يعني يحجب عنه اخلاصه فلا يغتر. ولذلك قال الشيطان لرب العباد عز وجل الا عبادك منهم من المخلصين. قال واذا داوم الانسان على الاخلاص صار مخلصا. طيب عايزين ناخد ثلاث نقاط نصبح بها فيها وبها مخلصين. اول شيء جدد النية عند كل عمل او قول او فعل او خطوة او نية او عزيمة. يعني ايه؟ يعني انت جاي تصلي العشاء لا بد من تجديد النية. انا ليه رايح صلاة العشاء؟ اكثر سواد المسلمين واجيب داعي الله عز وجل. ليه؟ لان الله لما اذن للمسلمين بالاذان والمؤذنين اللي صوتهم جميل اولادنا ونفرح بهم يقول حي على الصلاة ولا حي الى الصلاة؟ ماذا يقول؟ على ولا الى؟ حي على الفلاح ولا حي الى الفلاح؟ على. مع ان هي من الواجب في اللغة ايه؟ ها حي الى. صح. لان الصلاة رب العباد يناديك والمؤذن يقول لك حي على الصلاة لانك اذا اتيت رفعتك الصلاة الى رب الصلاة. وحي على الفلاح لانك ركبت مصعد الفلاح فسوف ترتقي درجات بحضورك هنا فحي على الصلاة. سبحان الله. زي ما ربنا يقول ايه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب شفاء وعرفنا اللي هو ايه؟ البرء من الاسقام. ادي الشفاء. طب ايه الرحمة؟ قال الا تأتيك الاسقام. يعني اذا كان في امراض موجودة يبقى الصلاة ايه؟ شفاء. واذا كانت الامراض غير موجودة فالله عز وجل عند قراءة القرآن يرحمك فلا تأتي لك الامراض. سبحان الله. فانت سبحان الله في قضية تجديد النية انا ليه رايح صلاة العشاء؟ يبقى هذا الامر. واكثر سواد المسلمين واملأ بيت الله بالذكر. وبعدين الصلاة الانسان يسعى اليها من توضأ في تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان رب العباد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. لما يكون واحد مسافر ولدك في امريكا في اوروبا واستقبلته بعد سنتين ثلاث كيف تستقبله؟ ولله المثل الاعلى. يتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل يعني يبش. سبحان الله. فانظر الى بشاشة الملائكة وفرح الملائكة بك وعلى ابواب المساجد ويكتبون الداخل الاول فالاول. فانت في نية هذا العمل يجب ان تجدد النية. طيب جلست مع زوجتي واولادي لطعام العشاء او الغداء اجدد النية. لماذا اكل هذا الطعام؟ كلنا نقول ايه؟ عشان انا جائع. طيب انا جائع تشبع ما اخذت ثواب. لأتقوى على طاعة الله واظهر فضل الله علي واحمد رب العباد عز وجل وادير حركة الحياة الى اخره. انا اخذت في الطعام ثواب رغم انه ايه اشباع لغرائز النفس. قال علماؤنا كنا نحتسب عند الله نومتنا كما نحتسب عنده قومتنا. نحتسب النوم. ولذلك عدم تأجيل صناعة الخير. العجلة مكروهة إلا في خمسة: الإسراع إلى الصلاة والاستغفار من الذنب وسداد الدين وزواج البكر ودفن المتوفى. دي العجلة المستحبة. وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى رضوان الله الغاية في قضية الإيه؟ في قضية العجلة. فأنت تستعجل في الأمور التي يحبها رب العباد عز وجل. ولا تؤجل توبتك من الذنب. لا تؤجل توبتك من الذنب للغد والبكرة إن شاء الله يوم الجمعة أول الشهر لما روح أحج لما أكمل 40 سنة. لا، أنت من الواجب لا تدري
يأتي الليل فتكون أين. فسبحان الله لما أنذر يونس عليه السلام قومه قال لهم إن أمدكم مع الله 40 ليلة وينزل عليكم العذاب. 35 يوم مرت ويونس ذهب مغاضبا ومغاضبا غير غاضبا، مش ذهب غاضبا، لا ذهب ايه مغاضبا، يبقى في حد ايه اغضبه مفاعل، حد سبب له الايه الغضب، فخرج منه مغاضبا، مغاضبا غاضب من اغضبه قومه. اما الغاضب ده اللي غضب لوحده عايز يغضب، لكن سيدنا يونس ذهب مغاضبا فذهب والحوت التقم وانتوا عارفين القصة. مرت 35 يوم وبدأت السحب السوداء تنزل على قرية يونس. راح الرجل كبير السن عالم، ماذا نصنع؟ قال اخرجوا انتم ونساءكم واطفالكم وبهائمكم في ثياب رثة الى البراري والصحارى وادعوا رب العباد واعيدوا الحقوق والمظالم الى اهلها. فكان احدهم يقتلع الحجر الذي يقوم عليه بيته لانه كان قد اغتصبه من جيرانه، فينهدم البيت ويعيد الحجر الى صاحبه. ما فيش قرية كفرت الا عذبها الله الا قوم يونس لما امنوا. سبحان الله، رب العباد سبحانه وتعالى قال وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. اذا نحن نريد بهويتنا ان نرفع الظلم الواقع على الشعوب والاقليات والمسلمين في مشرق الارض ومغربها، واهتزاز امن اي دولة من دولنا العربية والاسلامية او اليد الظالمة التي تمتد الى شعوبنا، اعلم ان هذا ليس خللا في الدولة وحدها، وانما يحدث لنا خلل في العالم الاسلامي كله، لاننا كالجسد الواحد نأسى ونشجى. ولذلك اعجبني من امامنا اليوم وهو يقنط ويدعو لاخواننا المستضعفين في سوريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدبنا ان نقنط في كل صلاة عند نزول النوازل. وهذه نوازل بالامة تريد ان تمحو هويتها بالايه، بانها لا تصير وحدة واحدة وجسدا واحدا، بل تريدون ان يقطعوا اوصالنا وان يعني يضعونا في حيز العنصرية والعصبية والجنسية والعرقية والقبلية. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل هويتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه القبلة الواحدة، هذا القرآن العظيم، نبينا عليه الصلاة والسلام، الصالحون، العلماء، الحكام الصالحين، كل هذا يجب أن نلتئم جميعنا وننسى خلافاتنا، ويذوب الأنا في الواحد في الجماعة وتذوب الجماعة في الأنا، لأن العبادة تنقلك أصلا من الفردية إلى الجماعة. بالله عليك أنت تصلي وحدك تقول سمع الله لمن حمده، ماذا تقول؟ ربي ولك الحمد ولا ربنا ولك الحمد؟ ربنا. أنت تصلي تقول إياك أعبد وإياك أستعين، أم ماذا تقول؟ إياك نعبد جميعنا. أنا أصلي منفردا قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة. إذن القضية تتحول أنا إلى هكذا هي العبادة. ليه ربنا عمل وأمرنا في الفقه أن يكون للمسلمين بيت مال؟ لو أن كل غني ذهب إلى أقاربه الفقراء فأعطاهم زكاة المال، ربما عير أبناء الغني أبناء الفقير بأن معيشتهم من بيتنا ومن مالنا. قال لا، روح ودي انت خذ مالك يا غني وانت يا غني وانت غني، ضع مالك في بيت المال في اناء واحد، ولما يتوزع على الفقراء الفقير يقول انا لا اخذ من فلان ابن عمي ولا من اخي ولا من خالي ولا من زعيم القبيلة، انا اخذ من بيت المال. فيشعر الفقير بعزته ويشعر الغني بتواضعه، فيقلم او تقلم الشريعة سبحان الله اظافر الايه، اظافر الفردية واظافر التعالي
وتقلم سبحان الله أظافر الأنا التي تفتك بنا جميعا. فالمسلم سبحان الله العظيم يعني 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 أريد أن أقول يحمد الله على نعمة الإسلام. وبالله عليكم في كل صلاة أنا يعني أدعوكم ألا تنسوا إخوانكم في كل أرض يستضعف فيها المسلمون يعني ويؤذى فيها أي مسلم أو أي مسلمة، تنتهك أعراضهم، تؤخذ أموالهم، تجلد ظهورهم، يضيق عليهم، لا تستشعروا أبدا أنكم في الأمن فتنسوا إخوانكم الذين في الخوف، لا تستشعروا أنتم في الطعام والشراب والكساء والراحة أن لنا إخوة وأبناء وبنات هنا وهناك في بقاع الأرض مستضعفين، فلا تنسوهم من الدعاء. وبالذات الله يفتح عليك، خلي ليلتين في الأسبوع تتناوب أنت وزوجتك، ولو كانوا أولادك كبار يتناوب كل واحد يقوم في الثلث الأخير من الليل ويدعو. دعاء السحر سهام القدر، لا تستغرب ولا تتعجب أبدا أن رب العباد قد يستجيب لإنسان يا مؤمن، قد استجاب للمذنب أيام موسى، يا موسى لو خرج من بينكم هذا العاصي أنزلت الماء عليكم، قال ليخرج العاصي من بيننا، الرجل استحى أخرج أمام الناس، كل الناس تعرف أن أنا عاصي ودول بني إسرائيل، قال يا رب ما خرج العاصي من بيننا، وإذا بأبواب السماء تنهمر وتنفتح بماء منهمر، قال يا رب ما خرج العاصي من بيننا وتنزل الماء علينا ما أحلمه، قال يا كليمي لقد تاب فيما بيني وبينه، قال يا رب دلني عليه حتى أتعلم منه كيف تاب، قال عجبا لك يا كليمي أستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. ربنا ستير، وأنت يجب أن تستر عيوب الناس. أبناء الفضلاء إن هوية المؤمن حتى في بيته تقوم على أمور أربعة: على الصبر، وعلى التعامل بالفضل، وعلى التغافل، أن يتغافل عن أخطاء الزوجة والزوجة تتغافل عن أخطاء الزوج، ثم التغافر ألا تنام غضبانا من زوجتك، إياك الله يرضى عليه، استرضيها في آخر اليوم، يعني خليها تنام راضية. لكن انت ما شاء الله تسألك الشيخ عمر اليوم قال لك ايه في الدرس، قال من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح، ما قالش حاجة في الدرس، اهو الرجل اصلا متخصص في الحديث ده، قاعد يقول لنا من الساعة من ساعة صلاة العشاء لغاية قبل من الفجر وهو يقول هو غاضب عليها والملائكة، يا ابن الحلال خليك امين عشان لا اله الا الله. طب بالله عليك سؤال، هل تحب ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ والاجابة عندك. ما هو طيب اذا كانت ابنتك دي فلذت كبدك وتخاف من ان يؤذيها احد بتخطيب جبين او بايذاء او بخل او 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 الى اخره، طب اللي عندك دي مش برضو كان ليها اب وكان يحب ايضا ان تكون ودودا معها؟ ها، جاني شاب في المكتب مع ابوه مصمم يزوجه بنت عمه، والشاب مصمم الا يتزوج ابنة عمه، الاب له هوى، بنت اخوه عندها قطعة ارض وابوها مات ووصيها عمها، فمش عايز الارض تروح فين بعيد، قال نعمل نضرب عصفورين بايه بحد، نتزوج البنت ونتزوج ايه ارضها، نعقد على البنت والايه والارض. يجيب الولد يمين شمال، والولد يحب الشيخ عمر، فالاب بيستعين بي على اقناع، قلت يا عمي مش راضي الولد، هتزوجه ولد عنده 30 سنة كيف نزوجه رغم انفه؟ فانفعل الاب، قال له يا ولدي اذا كانت البنت المحجبة حافظة القرآن بنت أخويا الله يرحمه، إذا أنت مش هتاخدها مين ياخدها؟ قال ياخدها ربنا. ما صحيح الله. أنت تضيق لي على الولد، ما تسيبه يا أخي اختار. لكن ده الهوية عندما تصير نحو الدنيا. نأتي إلى هوية الأوطان. شبابنا
لا نريد أن ينبهر بالذين يعيشون في الغرب، لا والله، والله تنبهر بالقدوات الصالحة التي تعيش بيننا بالأمن والأمان. والله يا إخوة ويا أبناء الفضلاء، أبناؤنا الذين يعيشون هنا وهناك أملهم في الحياة أن يعودوا إلى بلادهم العربية والإسلامية، يسمعوا الأذان 5 مرات. لم يصبح الغرب الآن قبلة، بل بالعكس إحنا نتعامل مع كل الناس بالخير ومع كل العالم بالخير. والقرآن عندما تكلم عن الحوار تكلم بأدب راقي، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقال لكم دينكم ولي دين، ما وصف دينهم بالبطلان ولا وصف ديننا بالحق، ولكن ترك المسألة في ميزان التوازي، لكم دينكم ولي دين، لم يقل لكم دينكم الباطل ولي دين الحق أبدا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فجعل فعل الكافر عملا وجعل فعل المسلم إجراما، وهذا رقي في الحوار. لكن هل الأرحام تلد الغربي عبقري والعربي المسلم تلده غبيا؟ هل تلد الأرحام عربيا بنصف عقل وغربيا بعقلين او 3؟ محمد عبده رحمة الله عليه راح الى فرنسا سنة 1903، من 107 سنة كده او 110 سنة، فرجع بتقرير عجيب. قال ذهبت الى الغرب فرأيت 100 اسطول في قوم يقول لهم كتابهم اذا ضربت على خدك الايمن فأدر له خدك الأيمن. بيعمل ايه بال100 اسطول؟ وعدت الى بلادي فرأيت 100 مسطول في قوم يقول الله لهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وشتان بين 100 اسطول و100 مسطول، فرق كبير. طيب هل العبقرية تحددت في قوم لونهم كذا وكذا، ام ان العبقرية الله عز وجل يؤتي المؤمن؟ هل هو بليد كسلان ام كيس فطن؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن؟ ده اعقل خلق الله واذكى خلق الله الذي يوحد الله رب العالمين. ولذلك لما تجد ولد طرق باب البيت اللي فيه البنت الصالحة تقول الولد ده عبقري، اخذ الصالحة المؤمنة التقية ظفر بذات الدين، تربت يداه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا إنسان راقي، هذا إنسان كذا، لأنه عبقري. العبقرية أن يعرف الإنسان هويته. طيب هل هوية الأوطان بالأغاني والأناشيد؟ أبدا، هوية الأوطان بالعمل على أمنها، وهذا الكلام لشبابنا، بالعمل على تحصيل العلوم. كارثتنا الغربي تبع منظمة اليونسكو من 3 سنوات يقرأ كل سنة 36 كتابا، يعني تقريبا كل شهر يقرأ له كم كتاب؟ 3 كتب. ووجدوا ان كل 80 عربي يقرأوا كتابا، وعملوا احصائية وجدوا ان العربي يقرأ 6 صفحات في السنة. لا يا ابني وفر عينيك الله يرضى عليك، ليه كده؟ ده خطر على عينيك، 6 صفحات وتعب نفسك ليه؟ لا اله الا انت. تخيل أول كلمة تنزل في كتاب الله، ما قال الله عز وجل وحد الله، ولا قال أعبد الله، ولا قال اتبع رسول الله، قال اقرأ. اقرأ أمر. هذه الفريضة سبقت فريضة التوحيد وفريضة الصلاة وفريضة العبادات وفريضة المعاملات، وهي الفريضة التي لا نقوم بها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ابن مسعود لما نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت جملة واحدة، السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت جملة واحدة، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فتعجب الرسول، قالت له يا ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفا.
منين جاب ابن مسعود هذا الكلام؟ هوية التوحيد في قلبه، مرآة ثقيلة، التخلية قبل التحلية، قلب لا فيه حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا كبر ولا عجب ولا رياء ولا قنوط من رحمة الله ولا أمن من مكر الله، الأمراض الثمانية الكبيرة. وإن لم تخرج من المحاضرة إلا بأنك لما ترجع البيت اعمل تخلية قبل التحلية. يعني إيه؟ قول أنا عندي إيه من الأمراض اللي الشيخ ذكرها؟ هل عندي حقد؟ هل عندي حسد؟ هل عندي كبر؟ هل عندي عجب؟ هل عندي رياء؟ هل عندي مكر يعني أمن من مكر الله؟ هل عندي قنوط والعياذ بالله من رحمة الله سبحان الله العظيم؟ هل عندي غش للمسلمين؟ ماذا قال الرجل لعبد الله بن عمرو لما الرسول يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وتاني يوم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة نفس الرجل، ثالث يوم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة؟ تحايل عبد الله بن عمرو وبات عند رجل أياما فما وجده يصنع شيئا. ثالث يوم سأله قال أنت تعمل إيه؟ قال أبيت وليس في صدري شيء أو إحنة أو حقد على مسلم. صدره من ناحية ده هو عنده حقد، لو عدل دماغه بالليل على بعد 10 سنتيمتر عنده حقد على من بجواري على بعد 10 سنتيمتر. وده كان وحاقد على من يعيش معه تحت سقف واحد، كيف يتعامل مع المجتمع؟ وأسوأ العباد من يبتسم خارج بيته ويقطب الجبين داخل بيته. كان عمر يقول كن مع أبنائك وأهلك في بيتك كالصبي، خليك بسيط سهل. وجاء الرجل ليتولى ولاية من عمر، وليني ولاية أمير المؤمنين، قال له طيب مر علي غدا إن شاء الله. سيدنا عمر عايز يعمل امتحان له، شوف الرجل ده تعامله ازاي. وقال لسالم يا سالم، لما يأتي هذا الرجل دخله علي. دخل الرجل فرأى الآتي، عمر على 4 ايديه ورجليه، وابناء عمر يركبوا ظهره ويدوروا به في البيت. ده كان زمان لا فيه عربة للعيال بريموت كنترول، ولا سبحان الله لما جابوا الكساح للعيال يفتح التلفزيون بالريموت كنترول، والتكييف بالريموت كنترول، وشوية هياكل بالريموت كنترول، وينام بالريموت كنترول، وان شاء الله يجيله المعلم بالريموت، لما بقينا كلنا كنترول في كنترول. سبحان الله، لا اله الا الله. وفي الجامعة اقول للعيال انت تمسك الحاكوم وتتصرف. الحاكوم؟ قلت لهم بالله عليك مين يقول لي يعني ايه الحاكوم؟ قالوا لا والله ما نعرف. الحاكوم اللي هو الريموت كنترول، شو لما قلناه باللغة الاخرى فهموه، مجمع اللغة قال الريموت كنترول اسمه ايه؟ الحاكوم. الحاكوم سبحان الله، لا اله الا الله. لما تقول الولد ايه؟ 7 و7 كام يا ابني؟ يقول لك يعني ايه 7 و7؟ تقول له 7 plus 7 يقول لك equal 14. خلاص كده بقى ايه؟ حاول علم كله. قبل انت تتنازل عن هويتك؟ قل للشيخ. قال له يا مولانا. قال له نعم. قال له وتعلم اللغة الانجليزية حرام؟ قال له نعم. عشان يعني يوصلوا المعلومة، يعمل كيف يكلمه؟ كلموا عربي ما فاهم، كلموا سبحان. نسأل الله ان يعيد هويتنا الينا والى ابنائنا ان شاء الله. الرجل وصل عند بيت عمر، وجد هذا المنظر، وقف في حال الذهول. عمر اللي يعني صوت عمر اهيب من سيف الحجاج، وكسرى يرتعش في ايوانه، وقيصر في ملك من عمر، وعمر عمل. عمر سأله سؤال، قال له ماذا تفعل انت في بيتك؟ انت شفت منظر تعجبت منه، انت في بيتك بتعمل ايه؟ قال انا ان دخلت فر الواقف واستيقظ النائم. يا ستار يا رب، لا حول. وجلست المرأة، جلها سيبان في ركبة، الاعصاب خلاص، ودخل عنتر سبحان الله بن سداد عنترة. قال ان لم تكن امينا رحيما على ابنائك اوليك ولاية حتى تكون يعني قاسيا على المسلمين. ولما دخلوا جماعة من الاهواز على عبد الملك بن مروان،
قال يا امير المؤمنين الوالي اللي انت معينه علينا ظالم. قال كيف؟ قال يا امير المؤمنين دليله 5 سنوات يظلمنا. قال هذا اعدل ولاتي، ده اعدل واحد عنه. قال يا امير خذه ليعدل في قوم غيرنا، احنا اتبعنا عدل. ايه رايك ننقله وديه نبينا الثاني اخي نفسها في العدل، احنا كرهنا العدل، اذا كان هذا العدل لا اله الا الله. كيف ينبت الاولاد يحبون اوطانهم ولا يكونوا يعني عنصريين مهما كانت الاوطان؟ اوطان غاليه على الانسان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكه الى المدينه؟ هل قال يا مكه انت ابغض بلاد الله الي، ام قال انت احب؟ ارتباطه بالوطن، فارتباط الانسان بوطنه شيء طيب، هذه هويه ليست بالاناشيد ولا بالاشعار، لا بالعمل. بالعمل. هل سمعت في الجماعه اليابانيين اللي بيعطوهم دورات الان، دورات يقنعوهم ان الاجازه مهمه؟ احنا بنعمل دورات عشان نثبت لاولادنا ان الايه، ان العمل مهم، بيقنعوهم ان الاجازه مهمه جدا. سبحان الله، لا اله الا الله. فهل سمعت اليابانيين احبك يا يابان، احسن دوله يا يابان، ام الدنيا يا يابان؟ ما حصلش. هل سمعت الفرنسي يقول هذا الكلام؟ الالماني؟ لكن يحب بلده ام لا يحبها؟ ما دليل حبه؟ ها؟ العمل. فانت، انا ارى، انا زمان من 20 سنة كنت في القاهرة اقول للولد اللي يحقق في الثانوية العامة اقل من 85% وفي الجامعة اقل من درجة جيد جدا وامتياز ما يجيش يصلي وراي. انا مش عايز يصلي وراي الفاشلون، لا مش عايز فاشل يصلي وراي، انا عايز المتفوق، عايز اللي هو عايز يضع لبنة، يضع بصمة. والله الذي لا اله الا هو، ابناؤنا من العرب والمسلمين هم اذكى الابناء واذكى الاطفال، ولكن يفتقدون الى من يوجههم. ونحن مسؤولين امام الله كاباء وامهات ومعلمين واعلاميين وعلماء، وكل سبحان الله مسؤولين امام الله على توجيه ابنائنا، ابناءنا الى يعني الشيء الذي يحبه الولد. يا مؤمن، يا مؤمن، سيدنا يعقوب لما قص عليه يوسف الرؤيا ماذا قال له؟ قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الرؤيا كلمة رأيت كررت كم مرة؟ مرتين. مع ان الآية ممكن ايه؟ اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. جملة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. ما فائدة رأيتهم الثانية؟ دي ملمح تربوي. اخواننا اساتذة التربية وانتم اهل تربية جميعا بفضل الله. ملمح تربوي. يعقوب ينصت انصاتا شديدا لولده. كيف؟ ما الذي عرفنا هذا؟ رأيتهم الثاني. ليه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فكأن يعقوب يسأله كيف رأيتهم؟ يعني رأيتهم في كبد السماء أم في جيبك أم في حجرك أم أنت بجوارهم أم تطير نحوهم؟ قال الحالة اللي أنت رأيتهم عليها، إنصات الوالد لولده. البنت تسأل أباها، أبويا نعم، إيه الحفرة؟ اسم الحفرة اللي قدام باب البيت عندنا. قال لها أنت مش شايفة أن أنا أقرأ الجريدة؟ اسأل أمك. أمي نعم. إيه اسم الحفرة اللي قدام بابنا؟ قال أنا أطبخ. اسألي أختك الكبيرة، أختها الكبيرة. أنا أذاكر. اسألي أخوك، أنا أشاهد مباراة الكرة. لغايه ما سالت اختها الاكبر منها ايه اسم الحفره اللي قدام بابنا؟ ده اسمها بئر. طب الحجو عشان اختنا الصغيره وقعت فيها. الكل مشغول عن السؤال، مجرد لو ابوها جاوب كان البنت ايه؟ ها؟ انقذت. لكن ايه اللي غرق البنت ولقيت حتفها؟ هذا التباطؤ. ونحن كعرب يؤلمني انا شخصيا منظرين. تلاقي حرمه ماشيه في السوق وجنبها زوجها المبجل، هي ربما حامل
ورفع ولد وحط ولد في العربة الصغيرة وسائل حقيبة فيها أغراض الولد لو سال رجل مننا يمكن فيها 7-8 كيلو. سبحان الله. وأبو محمود ماشي جنبها كده إيه الله أكبر لا إله إلا الله يقول ويخلق ما لا تعلمون. طب ليه أبو محمود كده؟ الله. طب شيل حاجة يقول لك ده عيب إحنا عندنا العرب نحن إحنا أنا راجل. طب ده راجل ليه شيل لا إله إلا أنت؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية وقطع اعتكافه ولما وصلت إلى ناقتها انحنى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كما يجلس الإنسان للتشهد تحيات وجعل صفية تضع قدمها على ركبته الشريفة ويقوم بها رويدا رويدا كي يوصلها إلى ظهر البعير وهو مناخ منه يعمل أمرين يساعدها ويخبئها ويداريها. لكن لما تلاقي حتى في انت ماشي في شوارع اوروبا تعرف ان ده عربي حتى لو لابس لبس مش عربي تلاقي ماشي على بعد 200 متر زوجته لانه عيب يمشي جنبها ده فيها ايدز ولا فيها ايدز يا ابني مشي جنبها عيب فيها ايه ما الرسول مشي جنب صفية حتى ان الصحابة لما بصوا عليه راح راجع بيها قال صفية زوجتي قالوا افيك نشك يا رسول قال كي لا تهلكه اذا هو ايه أنا. طيب لما كان يسابق عائشة ده تودد ولا قلة قيمة تودد لما كان يجعلها تشاهد لعب الاحباس في المس هل اكتفيتي تقول انتظر يا رسول الله هل اكتفيتي انتظر يا رسول الله هل اكتفيتي لا اله الا الله الى ان تكتفي سبحان الله اذا هذا دليل على رجولة الانسان وقوامته باحتوائه واحتضانه وحنوه لا بقسوته وضربه. شبابنا هم عماد حضارتنا ان شاء الله واملنا في المستقبل واذا كانت هويتهم بعد عبادتهم لله واستقامتهم على طريق الله عز وجل تأتيهم شياطين الانس وشياطين الجن تريد ان تغتالهم بعيدا عن الطريق. الله يرضى عنك. لاحظ الولد من صف السادس والسابع وانت ماشي بيبدأ شياطين الانس يجتمعوا حواليه يشجعوا على التدخين وعلى اشياء اخرى. خلي انا عايزك لا تقاوم ليس من مهمتك قتل الجراثيم ولا ميكروبات الانحراف مهمتنا جميعا تقوية جهاز المناعة الايماني عندنا وعند ابنائنا وبناتنا. كيف؟ بامور اربعة. المال الحلال طاعتك لله عز وجل. ابن عباس لما رأى الناس يختبئون بعد في صلاة العصر وما وجد احدا في الطريق ما لكم قالوا في اسد جاي من الصحراء ودخل المدينة واين هو قالوا في هذه الحارة التي بعد البيت. ذهب ابن عباس بخطى ثابتة وقال للأسد كلمتين. الأسد عمل للخلف دور وعاد إلى الصحراء. قال ابن عباس ماذا قلت له؟ قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. عجبا. وهل فهم الأسد هذا وخاف منك؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف منا مخلوقاته. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاه عن القافلة فلجي أسد طلع له من الايه من الصحراء. يا الله. فالأسد جاي عليه قال يا أسد أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص الأسد ذيله بصص يعني ايه حرك وجاء يسير امام سفينة حتى اوصله الى بداية القافلة وعاد الى الصحراء مرة اخرى. اشتغل له ايه مرشد سياحي صح ولا لا؟ ليه؟ لان سفينة له رصيد عند الله فلما تاه اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وتعرف اليه في الصحة يعرفك في المرض وتقرب الى الله في حياتك لا يعذبك الله بعد موتك. يا مؤمن هويتنا توحيدنا عقيدتنا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا الى معالي الامور
تواضعنا، حياؤنا، إبداعاتنا لصالح وطننا الإسلام الكبير، احترامنا لدولنا واحترامنا للكبير. الناس الآن للأسف نسيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أبو كلاب كان عبر 90 صحابي وكف بصره وجاء باكيا إلى عمر. قام عمر له: ما لك أبا كلاب؟ قال: كلاب يا أمير المؤمنين. كلاب ابنه. ما له؟ قال: والله يأتي الليل فيوحشني فأبكي. وأين هو؟ قال: مع سعد بن أبي وقاص في القادسية. عمر على سرعة، محمد بن أبي مسلمة كبير اليوران ورئيس التشريفات إذا جاز التعبير، يعني كبير الديوان المراسم، ابن مسلمة على سعد فورا على العراق. الجندي كلاب ينزل فورا إجازة. جاء كلاب، قال عمر: اذهب أبا كلاب وسوف يأتيك الخير. يومين ثلاثة وصل كلاب من العراق، ذهب إلى عمر. خلي بالك ده فيها معلم، لم يذهب إلى أبيه، وإنما ذهب لمن؟ لكبير الدولة. مهم هذا الكلام ده، مهم مهم. هو جاي، هو عسكري في المجند على الجبهة، لما ينزل يروح القائد الأعلى الأول شوف إيه القضية. قال: يا كلاب، كيف برك بأبيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا آتي إلى أفضل ناقة لدي وضرعها مليء، فأنيخها وأريحها وأبرد ضرعها بالماء البارد وأحلب وأخذ الغبوق الحليب الحلب وأدخل على أبي فأسقيه ثم أسقي أبنائي وزوجتي. قال له: يا كلاب، أنا عايزك تعمل الحكاية دي. جابوا الناقة، بردها وريح راحها وحلب منها، وقال: لا تحدث صوتا. أرسل إلى أبي كلاب: تعال. دخل أبو كلاب فناوله عمر الإناء، فما أن وضعه على فمه إلا وهطلت دموع أبو كلاب في الإناء من شدة غزارة الدموع. قال: ما لك أبا كلاب؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لولا أن تقول أنني قد خرفت وكبرت في السن، إني لأجد رائحة يد كلاب في الإناء. بكى عمر وبكى الحاضرون، وقام كلاب يقبل قدم أبيه وقدم ويد أبيه ورأس أبيه. قال عمر: من لم يفعل هذا لن يرى الجنة يوم القيامة. الآن أنت تكلم ولدك، الولد نايم في السرير وضع قدما على قدم، ويكلم صاحبه في الايه: متى نذهب الى السينما، متى نذهب الى المباراة؟ تقول له: حبيبي عبد الله، جاسم، حسن، اي اسم. يعمل ابو يدك مش شايف يكلم صاحبي في ايه دون طارت. الاب ايه يخرج الاب حزين. اللي زود المصيبة مين؟ ام الولد. يا اخويا وماله؟ خليهم يتدللوا عليك شوية. نعم يا اخويا يتدللوا عليك شوية، لا حول ولا قوة الا بالله، ان الله وانا اليه راجعون. ده لو جده صح من القبر وشاف المنظر ده يموت تاني حسرة، يقول: يا حسرة على العباد. الله، سبحان الله. قال: ان من البر الا تسير خلف ابيك الا ليلا، ولا تجلس وهو قائم، ولا تناديه باسمه، ولا تقل له تعالى. قل: عبدالله، عبدالله، تبنادي على من يا ابويا؟ ابوك يا ابن الحلال، لا اله الا الله. يا ابن اذهب اليه الاول، ما ينفعش البنت تقول له: ما تعال يا امي الاكل الطعام، لا، تذهب اليها. عايزين نعلم اولادنا هذا. ويا بشرى من كان ابوه وامه على قيد الحياة وهو يعرف الحلال والحرام والبر، لن يدخل عاق الجنة مهما صنع من أبواب الخير، ولن يدخل بار بوالديه بإذن الله النار مهما يصنع من أبواب الشر. فالأب والأم على باب الجنة
من أطاعهما دخل الجنة ومن عصاهما دخل النار، وقرن الله بين الشرك والعقوق وقرن بين التوحيد والبر. ما توحد الله لا إله إلا الله. في نهاية محاضرتي أقول عايزين نعمل لنا هوية، نحن هويتنا كلنا الإسلام من فضل الله. طيب لنا قبلة واحدة، الإمام يصلي بنا، القرآن ليس في ملك أحد أن يحرفه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طيب الحمد لله نشعر بالأمن والأمان، هذه نعمة يجب أن نحمد رب العباد عليها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنحن نريد أيضا أن نرد المظالم. رد اليوم المظلمة اللي زوجتك عندك أو أقاربك، ثم رب العباد عز وجل خلق لك فما واحدا وأذنين. ليه؟ عشان تستمع على الأقل ضعف ما تتكلم. وضع على لسانك طفلا تستطيع أن تتحكم فيه. الكلمة إن قلتها ملكتني، وإن لم أقلها ملكتها. وكم من كلام يندم الإنسان عليه، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات اللسان أنكى من جراحات السنان. كم كلمة تفقى في عائلات، يقول جد فلان قال كلمة كذا، وعمي فلان قال كلمة، وتبقى هذه الكلمة في عقبه تورث حقدا وحسدا وربما قتلا وثأرا ومصائب من كلمة من كلمة. والإنسان يدخل الإسلام بكلمة، ويخرج والعياذ بالله منه بكلمة، والزواج تصير هناك محارم مؤقتة ومحارم مؤبدة بكلمة، وتطلق البيوت وتنهدم البيوت بكلمة. الكلمة لها مقدار خطير، ونحن يجب ألا نستهين بها. وقلت لكم من قبل عملوا الإحصائية في بلادنا العربية، وجدوا أن العربي يتكلم 7500 كلمة، والمرأة العربية سنة مفوها تكلم 11500. تجمع الاثنين على بعض يطلع هما الاثنين بيتكلموا 18000 كلمة، منهم 19000 كلمة غلط من 18. خلي بالك احنا عايزين نمسك لساننا. وفي ايه؟ احنا عندنا اسهال كلام. امسك لسانك يا اخي قبل ما تكلم واحد يقول لك ايوه سبحان الله. الراجل لا اله الا الله العالم موجود، وخمسة ستة قاعدين. يقول فضيلة الشيخ الموضوع الفلاني كذا، يرد واحد من اللي قاعدين حرام حلال. الله. طب الراجل اللي قاعد دايما شغلته ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا انت. يا راجل في المدينة المنورة راكب المصعد، ففي اثنين اخوات واقفين ورا، فواحد يقول للتاني ايه؟ مش ده الشيخ عمر؟ ده هو الشيخ عمر. والله كان كل نفسي اساله سؤال. التاني يقول تسأليه ليه؟ ما تسأليني انا. سبحان الله لا اله الا الله. ليه الشيخ عمر يعني؟ يروح يتوكل على الله، يروح يشوف له حتة تانية، ولا يروح يطبخ في البيوت، ولا ما. ها؟ والله يكون انك نسينا البيوت وننظفها. لا حول ولا قوة مثلا، لا اله الا انت سبحان. الناس تروح تقعد تحت دماغ الحلاق العربي كلمك في الفلسفة في الشعر وفي الأدب وفي الأزمة الاقتصادية العالمية وفي العولمة والحداثة وما بعد الحداثة. لا إله إلا الله. دماغك بدل ما تحلق بدماغك عايزك بتاع علبة أقراص عشان لا إله إلا أنت. ومش حد يسكت شوية؟ سبحان الله. كانت عائشة تقول كنا نعد لأبي بكر في اليوم 4 أو 5 كلمات. يدخل عمر عليه وجده مسك لسانه، خليفة الرسول مسك. ما هذا يا خليفة رسول الله؟ قال يا عمر اسكت، هذا الذي اوردني موارد التهلكة. فلما قرأت هذا من 30 سنة رحت جمعت كل ما خرج من فم ابي بكر في الكتب منذ ان اسلم الى ان مات، كل ما لاقي في كتاب ومرجع جمعت تقريبا من 800 كتاب ما خرج من فم ابي بكر. وقعدت في الموضوع ده 11 شهرا. عارف جمعت كم ورقة؟ 7 ورقات، 14 صفحة من الصفحات بتاع الورق العادي ده، 14 صفحة. دخل احنا عندنا الولد سبحان الله عنده 7 سنوات، لو نجمع كلامه بس مع كلام امه تطلع موسوعة دائرة المعارف، مش البريطانية، دائرة المعارف التاريخية. سبحان الله لا اله الا انت سبحان.
زمان في السبعينات حقيقة كنت أفتي الأخوات لما يسألون سؤال: يا شيخ متى نحجب على زملاء أولادنا؟ تقول: لا يا أختي والله عند سن البلوغ 12 13 15 يعني كده، يعني صف السادس السابع ثامن ثمان. الآن 2012 أسأل نفس السؤال: يا شيخ نحجب على زملاء أولادنا من سن كام؟ من 6 سنوات. لأن العلماء قالوا الطفل المميز، الولد نازل من بطن أمه الآن مميز. يا رجل يا مؤمن، أنا كنت من 30 سنة أزور المدارس، أحب أبص في وجه الأطفال في الصف الأول، البراءة. الآن أنا أروح ببقى خايف واقف جنب المدير وأنتظر فيه، يعني احمينا الله يرضى عليك. لا إله إلا ولد يبص لك كده، لا حول ولا قوة. نحن نريد أن نعيد أولوياتنا مرة أخرى. ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ما بقاؤنا في الدنيا إلا بإعزازنا لهويتنا الإسلامية العربية بلغتنا القويمة لغة القرآن. وقال عمر قولته الشهيرة: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. اللهم احفظ قطر من كل سوء أميرا وشعبا يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بإخواننا وأبنائنا وأخواتنا وبناتنا في سوريا سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونلقاكم في صلاة الجمعة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.